بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بسنة اولى معايا. ليه بنكمل مع بعض بعد السيل ميمبرين تاني واحد من الاورجانيلز اللي هي الميتوكوندريا؟ احنا قلنا في اول كلامنا ان انا الاورجانيلز بقسمهم الى ميمبرينس يعني مغلفه بغشاء، وعرفنا تركيبه الغشاء ده زيه زي السيل ميمبرين، وتاني واحد اللي هي نون ميمبرينس ما فيش غشاء فبقول عليهم نون ميمبرينس. تاني واحده من المغلفه بالغشاء اللي هو السيل ميمبرين هقول عليها ميتوكوندريا. الميتوكوندريا لما نيجي نشوفها تحت الميكروسكوب بستخدم طبعا الصبغه بتاعتي الهيماتوكسيلين اند ايوسين. احنا قلنا طبعا اي حاجه بوصفها باللايت مايكروسكوب بالالكترون مايكروسكوب بالفانكشن بتاعتها. باللايت مايكروسكوب بقول هي لو مسكت الخليه كده بالصبغه بتاعتي العاديه هيماتوكسيلين اند ايوسين، ادي النيوكليس باللون الازرق وادي السيتوبلازم باللون الاحمر، كل ده اسيدوفيليك اللي انا برسمه وده ميزوفيليك. هنا الميتوكوندريا بتطول في وسط الاسيدوفيليا، عشان كده باي هيماتوكسيلين اند ايوسين نوت سي. الميتوكوندريا باي هيماتوكسيلين اند ايوسين ما بشوفهاش. قال لك هنحتاج سبيشالستين. يعني ايه سبيشالستين؟ سبب خاصه للميتوكوندريا. قال لك السبغه الخاصه للميتوكوندريا بستخدم حاجه بنسميها جينياس جرين بي، ماده لونها اخضر والعالم اللي اكتشفها اسمه جينياس فسماها جينياس جرين بي. جينياس جرين بي احطها على التشو فهو مش هيصبغ السيتوبلازم بالازرق بالاحمر ولا هيصبغ النيوكليس باللون الايه؟ الازرق، لان هو دي مش الصبغه بتاعتي، تمام؟ فهبص الاقي الخليه هتظهر لي بالشكل ده. ادي الخليه، تمام؟ والاقي جوه الخيال بتاع النيوكليس مش مسبوق، لكن الاقي في نقط بوينر باللون الاخضر، ده جينياس جرين. ده بسبب الايه؟ جرين. دي. تظهر بنقط باللون الايه؟ الاخضر. شكل النقط ايه؟ يا اما رودز عامله زي العصايه كده، يا اما سفيريك دائريه بالشكل ده، رودز او سفيريك. دي شكل ايه؟ الميتوكوندريا باللايت مايكروسكوب. يبقى تظهر كمينيت روتس يعني عصيان دقيقه او سفيريكال دائريه. هنا الصبغه اللي استخدمتها باللون الاخضر ده جينياس جرين بي، لكن بالهيماتوكسيلين اليوسين ما بشوفهاش نقص، ده باللايت مايكروسكوب. طيب بالالكترون مايكروسكوب هناخد بقى واحده من العصايه دي او من الشكل ده، هلاقيها ايه بالالكترون مايكروسكوب؟ طبعا اتفقنا الالكترون مايكروسكوب مفيش الوان، فرقم واحد ادي الاقي فيه غشاء خارجي كده. الغشاء الخارجي ده هسميه اوتر ميمبرين. شكله ايه؟ ماشي ازاي؟ سموس. خلص. طب الانر ميمبرين وهو ماشي الانر ميمبرين يعمل لي فولد بالشكل ده. اللي فوق تعاريف. ده الانر ميمبرين. ماله فولدز. يعني في تعاريف. الفولدز دي اول ما شافوها لقوا ان الديك او الهدهد ليه عرف فوق كده بالشكل ده. فلقوا واحد بيوصف قال لك ده عامله زي الاعراف، كلمه اعراف اسمها ايه؟ سيسترمي. كلمه اعراف اسمها ايه؟ اسف اسمها كريستيا. اسمها كريستيا. كريستيا يعني اعراف. فكلمه اعراف اسمها كريستيا. فديت بسميها كريستيا. يبقى الانر ميمبرين عامل فولدز جروس بسميها ايه؟ كريستيا. الكريستا دي لقوا منها شكلين. شكل يبقى فلات وفلطح بالشكل ده. يعني الاقي الفولد اهو جاي اهو جاي كده وعمل شكل فلات. او الاقي تعمل شكل انبوبي تيوبيل، يبقى جايه كده السطح جاي كده واروح عامل شكل انبوبي. فقال لك الشكل الفلات دي عامله زي الرف بتاع المكتبه، شيلف لايك. شيلف لايك.
وديت انبوبيه قال لك تيوبولار لايك، يبقى الكريستيا منها نوعين، يا اما شيل يا اما تيوبولار. دي موجوده في كل الميتوكوندريا بتاعت الجسم بتاعنا، لان في البروتين سكريتنج سيلز، في الخلايا اللي هي بتطلع بروتين في كل خلايا الجسم. لكن التيوبولار موجوده في اماكن خاصه في الجسم، اكتر مكان اللي هو بيطلع ستيرويد هرمون. يعني ايه استرويد هرمون؟ هرمون يحتوي على ليبيد، هرمون يحتوي على ليبيد، زي السوبرا رينال جلاند اللي هي الغده فوق الكليه. السوبرا رينال جلاند دي بتطلع افرازات، الافرازات بتاعتها فيها ماده دهنيه، لو الميتوكوندريا اللي جوه بتبقى الكريست بتاعتها تيوبولار، نتيجه انها بتاخد الكاركترز بتاعها.